ونعود إلى تطورات القصف الروسي على فصائل مسلحة في إدلب، وللمزيد ينضم إلينا من غازي عنتاب الصحفي علي إبراهيم. أهلا بك سيد علي، معنا سكاي نيوز عربية. سيد علي، ما الذي حدث؟ يعني ما حجم هذا القصف الروسي؟ ما الجماعات المسلحة التي استهدفها وفي أي توقيت؟ يعني بالحقيقة منذ حوالي ساعة ونصف هناك عرض عسكري للجبهة الوطنية للتحرير، وتحديدا فيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير المدعومة والموالية لتركيا. هناك عرض عسكري في كتيبة الدفاع الجوي بمنطقة الدويلة، حوالي 150 عنصر كانوا متجمعين في هذه القاعدة العسكرية لاستعراض عسكري خلال أيام. حسب المعلومات المؤكدة كان سيتم تخريج دفعة عسكرية استهدفت طائرة عسكرية أقلعت، بحسب مراصد تحديد حركة الطيران في الشمال السوري، استهدفت طائرة حربية أقلعت من مطار حميمين بغارة جوية بالصواريخ الفراغية وسط هذا المعسكر، ما أدى إلى مقتل حوالي أكثر من 20 مسلح بالإضافة إلى سقوط أكثر من 50 شخص. المعلومات الأولية تشير إلى تدمير المبنى وتدمير المنطقة بشكل كامل. هناك بعض المصابين والجرحى الذين نقلوا للمستشفيات، ولكن الحصيلة الأولية أكثر من 20 عنصر بالإضافة إلى حوالي 50 عنصر جرحوا، الحصيلة أولية، ويتوقع ارتفاع عدد المصابين. هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها فيلق الشام، استهدف في وقت سابق منذ حوالي سنتين في ريف إدلب الجنوبي، ووقتها قتل حوالي 50 عنصر من هذا الفصيل. طيب سيد علي، يعني من المعروف أن هذه الجماعات المسلحة هي كلها بمجملها يعني خطيرة وإرهابية، لكن لماذا استهداف هذه الجماعة المسلحة بالذات وفي هذا التوقيت؟ هل كان هناك قصف مثلا على القواعد الروسية الموجودة في روسيا؟ هل شكلت تهديدا خلال الفترة الماضية؟ يعني بالحقيقة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة هي مصنفة على لوائح الإرهاب، بينما بقية الفصائل تعتبر أنها تابعة لفصائل المعارضة السورية، ومنها ما هو موالي لتركيا بشكل مباشر وعلني. باعتقادي أن هناك هذا الفصيل هو أكبر الفصائل في الشمال السوري والذي موالي لأنقرة وبشكل علني. في معظم الأوقات عندما يشكل خلافات ما بين أنقرة وموسكو يستهدف بعض الفصائل كرسائل واضحة لأنقرة لوقف عملياتها العسكرية. هذا القصف باعتقادي الشخصي جاء ردا على استهداف الدوريات العسكرية الروسية. منذ أسابيع شاهدنا استهداف مباشر للدوريات العسكرية الروسية التي تشارك الدوريات التركية على الطريق الدولي حلب اللاذقية. بالتالي موسكو ترد بشكل مباشر لأنقرة باستهداف أذرعها في الشمال السوري، وهذه الفصائل فيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير هو من أكبر الفصائل، يمتلك عدة وعتاد ويعتبر رأس الحرب في معارك تركيا في الشمال السوري التي شاهدناها في الأشهر السابقة، وخاصة في معارة النعمان وسراقب والمناطق، ويرافق القوات التركية خلال عمليات الانسحاب أو الإمدادات العسكرية في مورك أو باقي النقاط العسكرية. أشكرك من غازي عنتاب الصحفي علي إبراهيم.